ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومستمرين معاكم في حلقتنا التجميلية لكل امرأة مصرية. شكلنا أهم شيء في حياتنا. الست الجميلة كده بتبقى حاسة إنها مسيطرة وبتبقى حاسة إن الدنيا كلها في إيديها. ربنا خلقنا كلنا جميلات، بس من تأثير الشمس ومن تأثير الحرارة وطبعا السن بيحصل اختلافات علينا كتير، لكن لازم ان احنا نعتني سواء كان ببشرتنا ولا بشعرنا عشان نفضل محتفظين بجمالنا. العلم الحديث ما خلاش حاجه، والتقنيات الحديثه دلوقتي خلت كل امراه تحلم بجسم مثالي وبشره مثاليه وحاجات كتير جدا 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 تخليها جميله وتحافظ على جمالها. فقرتنا حاليا هتكون عن كل ما يخص جمال البشره والشعر وتنسيق القوام بدون جراحه، ويشرفنا ويكون معانا دكتور استشاري ميسه اسماعيل اخصائيه التجميل والتغذيه العلاجيه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، شرفتي ونورتي صالون الامير. مبسوطه ان انا معاكم كتير. انا مبسوطه ان مع حضرتك. بسم الله ما شاء الله، الجواب باين من عنوانك. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يكرمك. التقنيات الحديثه كتير جدا. زمان كنا لازم اول ما نتكلم على تجميل يبقى احنا هندخل نعمل جراحه، صح؟ رعب. تمام. التقنيات الحديثه دلوقتي نعرف من حضرتك ايه الجديد في المجال، سواء كان في نحت القوام او سواء كان في التخسيس او سواء كان حتى في البشره. تمام. التقنيات الحديثه دلوقتي وصلتنا يعني بفضل الله المرحله كان في ايدينا عصايا سحريه بنتحرك فيها على كل ديفو بتضايق الحاله او العميله اللي معايا، بنوصل بيها بفضل الله لافضل النتائج من غير ما نضطر لدخول عمليات والمشاكل اللي بتتبع العمليات الجراحيه. بدايه مثلا لو هنتكلم عن القوام وتنسيق القوام، تنسيق القوام معناه ايه وامتى بنحتاجه؟ تنسيق القوام او الريشيبنج معناها ان في دفو معين او مكان. الجميل بقى ان احنا ما بقيناش نعالج الدفوهات اللي ظاهره، ده كمان لو في حاله عندها اصلا في العيله دفو وراثي قبل كده، ده كان بيبقى صعب جدا. بقينا نتحكم فيه دلوقتي بالاجهزه ومن غير جراحه. تمام. كل اجسام معينه ده البنت بتطلع لمامتها، بتبقى وراثه في بعض العائلات، بتبقى اسطمبه كده، الجسم بيبقى اسطمبه. حتى ده بقينا بفضل الله نتحكم فيه. يعني لو في عائلات عندهم البطن شويه كبيره اللي ما فيش وسط الكلام ده كله، لا بقينا بنظبطه، هي في الاخر ممكن تطلع مانيكان حتى مهما كان الدفوع اللي في جسمها. فده من الحاجات الكويسه جدا اللي بقت ترضينا احنا عن النتائج وبترضي الحالات جدا. بترضيهم ليه؟ ده اكتر من سبب. الجراحه ما لها وما عليها، كانت زمان هي البديل الوحيد، لكن طبعا جراحه ده يعني بنج، اوضه عمليات، فتره نقاهه كبيره بعد العمليه، الدكتور يقول البسي كورسيه والنتيجه مش هتظهر غير بعد 3 شهور. طب ما خلال اقل من فتره النقاهه بس. لسه كنت هقول لحضرتك، هي المشكله في فتره النقاهه، والمشكله في الندبات اللي بتفضل موجوده وبتاثر على شكل حتى هي بالزبط. ما هي عايزه تبقى جميله في عين نفسها. طبعا اهم حاجه طبعا هي جميل، لازم تكون جميله في عين نفسها. طبعا لما تشوف الندبات دي او ان هي تقعد فتره طويله بيأثر على النفسيه، ده حقيقي. ففي الاخر ما عملتش حاجه، هي داخله علشان ترتاح نفسيا او تظبط ديفو معين، بتطلع باكتر من ديفو. طيب البدائل ايه كتيره؟ انا افضلها مثلا او من ضمن الموداليتيز اللي بنستخدمها الفايزر او الكرايو او تجميد الدهون بالبلس للريدي فريكوانسي. موداليتيز كتيره جدا. قبل كده برضو بفتره كنا بنستخدم او بنعتمد على الميزو، ولحد دلوقتي برضو بنستعمله، الميزو سيرابي. معنى ميزو سيرابي يعني حقن تحت الجلد، لكن بيندرج تحته حاجات كتير هنتكلم فيها خاصه بالتجميل، ودلوقتي بنتكلم فيها في التخسيس. الميزو سيرابي اللي في الخاص بالتخسيس بيعتمد على تفتيت الخلية الدهنية، وبيساعدنا كمان قلنا الكرايو أو تجميد الدهون. تجميد دهون ده معناه إيه؟ أو الفايزر، بنوصل درجة حرارة الخلية لتحت الصفر. الخلية الدهنية هي بتستحمل تعيش عند درجة معينة، لو وصلنا درجة البرودة بتاعتها لتحت الصفر بتوصل بقى للماينس 10 وماينس 14، وده بيبقى سيف جدا، ما بيسببش أي مشاكل على السكين أو على طبقة الجلد من بره. فده بيوصلنا لشكل هايل ومثالي وفي فترة قصيرة جدا جدا من غير مجهود على الحالة حتى. يعني هتجيلي الحالات تقول ايه؟ نفسي جسمي يبقى حلو بس مش بقدر على الدايت. احنا معانا صور ودكتوره ميسه بتتكلم معانا، نقدر ان احنا نعرضها لحالات قبل وبعد.
اتس اوكي ممكن ابص عليها ونشوف عشان نقدر نعرض نعرضها معانا لحد لما دي حضرتك دي صوره مهمه جدا. يعني دي صوره مثلا تمام. احنا بنتكلم على انا نفسي اول ما شفت الصوره دي ما بقتش مصدقه تمام ازاي النتيجه دي. طيب الحاله دي تحديدا كانت جالي نفسيتها سيئه جدا جدا وبتحكي لي عن الكومنتات اللي زوجها بيقولها عليها وده قد ايه مأثر فيها وفي نفسيتها. هي على فكره ما خسيتش لكن نفسيا كان في مشاكل فادت بلس للسن طبعا بس ده الحاله النفسيه ادت لظهور اعراض السن بشكل مبكر. كان من ضمنها فضيان الوش ترهله ما فيهوش حيويه ما فيهوش نضاره بفضل الله. النتيجه دي في سيشن واحده في جلسه واحده في معقولة؟ نفس الجلسه هي بنفس اللبس وبنفس كل حاجه. انا لاحظتها بالحلق يعني انا لاحظتها بالحلق فقلت معقوله انا استغربت بنفس جدا في نفس الجلسه هي داخله كده خرجت كده وهي خارجه انبهارها بنفسها ارتياحها النفسي. عايزه اقول لك قد ايه اضاف لي انا نفسيا. الحاله اهم حاجه بالنسبه لي راحتها النفسيه ازاي تخرج هي راضيه عن شكلها ما تحسش ان ده شكل حد تاني بالزبط. وده دايما حالات بتقول لي انا نفسي وشي يبقى حلو اللي يشوفني يقول انت محلويه بس ما يعرفش انا عامله ايه او تقول لي انا عايزه ارجع زي من 10 سنين انا كنت حلوه قوي بس حاسه ان وشي اتبهدل وكاني مش انا. فهو ده التارجت بالنسبه لي ده الهدف عندي ان تكوني حلوه بس انت مش حد تاني. نتكلم عن موضوع مهم قوي الرقبه المزدوجه تمام. او فيما يطلق عليه اللغط. ازمه كبيره بتؤرق سيدات كتير جدا تمام. ومهما حاولت تحافظ على جسمها بس الجزء ده ومش لازم يكون ترهل يعني مش لازم يكون العمر فعلا. كبير لا احنا بنشوف بنات صغيرين عندهم الجزئيه دي وتحاول بشتى الطرق بالطرحه ما تقدرش مثلا تعمل تربو او تعمل حاجه شعرها لورا او كده لان ده بيبقى واخد مساحه من شكلها ومديها اكبر من سنها تمام. الحل مع حضرتك ايه في الرقبه المزدوجه او اللغط؟ تمام. هو مشكلة اللغة دي ايه بالنسبة لنا؟ ان هي ما بتساعدنيش في تحديد الوش وتحديد الوش ده بقى هدف كتير قوي الستات بتطلبه تحديدا. يعني تيجي تقولي انا عايزة الخط بتاع الفك والوش من تحت ده يبان. لما بيبان بيساعدني ان الوش يكون شكله احلى تقسيمته افضل الراحة النفسية لللوك لما تيجي تبص نفسها بيكون اكتر كتير. اللغة بيمنع لنا ده علشان نتخلص من اللغة باختلاف اسبابه مش هنتطرق لاسبابه لان هي كتير فعلا ما بتكونش طبعا. مش لازم تكون مليانه او اي حاجه خالص لا 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 ممكن يكون وراثه زي ما حضرتك قلت بالظبط. انا بعمل اكزامينيشن معين او تيست معين بشوف اللغد ده هل هو جلد زياده ولا في فاتس في طبقه من الخليه الدهنيه موجوده زي ما احنا موجود معانا على الشاشه. نرجع للصوره بس بعد اذنكم نرجع للصوره اللي عدت علشان نشرح عليها الرقبه بالظبط. هنا عملنا تحديد للوش كمان حلو جدا فهو الموداليتيز اللي بنستخدمها على حسب المشكله سببها ايه. هل هي فاتس بس دهون دهون ولا دهون ومعها كمان جلد زياده فبنبتدي نتخلص من الدهون بوسائل كتيره جدا من ضمنها الراديو فريكوانسي سواء كان ميزو بنرجع بقى بنعمل ليفتنج او شد. الصوره معانا على الهواء نقدر طبعا هايفو طبعا استعملنا يعني انا شايفه نتيجه بجد يا دكتوره بفضل الله الحمد لله مش متخيله ان تقنيه الهايفو تقدر تعمل معانا كده. هي كمان تمام هي الاستاذه كمان في الحاله كانت في ستاف بتتعرض فيه لتصوير كتير يعني هي اصلا بالزبط. كمان محتاجه وشها بالزبط. كمان جدا جدا كان بالنسبه لها فبالنسبه لها وهي على فكره مش من الحالات اللي كان فيها فات زياده هي السكان نفسه الجلد كان مترهل فعملت لها بالهايفو اللي هو المتعارف عليه باسم الهايفو اللي هو الهاي فوكس ريديو هاي فوكس التراسونيك فعملنا ليفتنج او شد لمنطقه الرقبه والفيس فادى للريزلت دي الوش اتشد تحديد الفك ظهر جدا اللغد طبعا اتشد حلو جدا وفي سيشن في اول سيشن كنا واصلين 70-80% احتاجنا سيشن ثاني. والله كويس جدا يا دكتوره يعني احنا بنتكلم في الحديثه اللي احنا بنتكلم فيها دي لو انا داخله عند دكتوره ساعتين ثلاثه اطلع الحاجه اللي مأزماني خلصانه دي ما خدتش مثلا ساعه يعني مش ساعتين ثلاثه ولا حاجه ما خدتش الحاله ما السيشن ما بتاخدش ساعه. الحاجه الثانيه اللي بتخرج تروح على شغلها يعني انا مش محتاجه تايم تقعد فيه في البيت انت بتخرجي من عندي من السيشن تروحي شغلك فده ممتاز جدا بالنسبه لنا. الفيلر والبوتوكس والميزو سيرابي اوكي
اهم حاجة موجودة دلوقتي واسهل حاجة النساء بتقوم بيها. ايه الفرق ما بين الفيلر والبوتوكس، وامتى استخدم ده وامتى استخدم ده، وهل الفيلر والبوتوكس بيقعدوا معايا فترة ولا بحتاج ان انا اعمل على طول؟ تمام، ده كلام مهم جدا. البوتوكس معناها مادة بدخلها تحت الجلد بتعمل لي ريلاكسيشن للماسلز او بتريح لي العضله. تمام، بستخدمها امتى؟ بستخدمها لما بتكون التجاعيد بتظهر في منطقه فوق الحاجب او منطقه الجبين حوالين العين، الكشكشه اللي هي الخطوط. الخطوط دي في منها نوعين، في منها ثابت وفي منها متحرك. كل ما لحقناها بدري بيبقى افضل والنتيجه الذ وبتفضل معانا وقت اطول. طيب، وما بتاخدش مننا موداليتيز كتير. طب ومعانا فيديو دلوقتي لحاله من الحالات اللي كانت موجوده عند دكتوره ميسا، وهي جنسيتها مش مصريه، بس من كتر ان النتيجه عجبتها جدا سجلت الفيديو ده لدكتوره ميسا، فنطلب من الاعداد ان احنا نعرضه. حواجبك فوق، اضحكي اضحكي جامد، الكسر كلها اللي حوالين الحاجب وفوق الجبين وحوالين العين كل ده فرد. اللغد كمان بتاعي اتحسن كتير. ده كتير قوي. الحمد لله رب العالمين. الخدود اترفعت مظبوط. انت كومنتك ايه، تعليقك ايه على الشغل؟ اول حاجه بشكر ربنا اتعرفت عليكي. شرف لينا يا حبيبتي. والله يعني اخلاق ما فيش كده. والشغل الحمد لله تمام جدا. تمام يا رب. وان شاء الله بس ارجع ان شاء الله. اي حد من اي واحده من صحباتي تيجي تنور. لازم هتيجي تزورك لازم. يا مرحبا يا حبيبتي، يا مرحبا بيكي. الله يخليك. تسلمي تسلم ايدك. تاني بقى نعمل الحركات دي تاني. كشري، ارفع حوضك قوي قوي فوق، اضحكي قوي انفك. نتيجة فوق الرائعة طبعا يا دكتورة. الفيديو الثاني احنا دخلنا بالفيديو الحلو اللي هي مبسوطة وحالتها النفسية فرقة. الفيديو الثاني الكسر وهي لسه جايه كرمشات الحاجات اللي في الوش باينه وبتبان مع اي رياكشن. احنا عايزه اقول لحضرتك، هي كانت نازله مصر مخصوص، كانت جايه تعمل عمليه شد للوجه، عمليه جراحيه. كانت نازله تعمل عمليه، فعدت على العياده كده بمجرد ان هي كانت واخده سكن جنبينا سكن، فبعدين جارتها اتعرفت عليها فعرفتها بالمكان، فجايه لي باي لك وجايه لي تقول لي ان هي اوريدي مقرره هتعمل عمليه. فقلت لها طب نبدا ونشوف النتيجه ايه، اذا كانت مرضيه بالنسبه لك فاتس اوكي. عشان كده هي صممت ان هي بنفسها تقول الفيديو ده بعد ما كانت مرتضيه جدا بفضل الله بالنتيجه. احنا راضيين بالنتيجه اللي احنا شفناها يا دكتوره. بصراحه هي نازله اجازه قصيره جدا. خلال الاجازه دي كان مطلوب مني اعالج، نعرف الاول المشاكل اللي كانت عندها. يمكن الفيديو الثاني شويه موضح البشره نفسها، الجلد يعني غير التجاعيد وغير الكسر اللي بنقول عليها، الجلد طبيعته نفسها كبيره اللي مش مشدوده، الفرده بتاعه الوش الصغير اللي هي ظاهره في الفيديو الثاني ما كانتش موجوده. فاحنا بلس الاستعمال البوتوكس عملنا موداليتيز تساعدني في شد الوش اللي هو الوش يبان ناضر وفي حيويه ومفرود. الخدود ما عملناش بقى خدود مقلبظه بقى والحاجات الاوفر اللي دايما الحالات بتقلق منها. انا نفسي في كتير من الحالات بيخافوا يقولوا علشان التورم او اللي بيبان في الاول خالص، فانا خايف اعمل النتيجه ما ترضينيش او ما تبقاش شكلها طبيعي. هو التورم ده حاجه لا تذكر وما بيقعدش يوم او اتنين بالكتير. مش هو ده اللي بيقلقهم، بيقلقهم اللوك النهائي ما يبقاش ناتشرال، ما يبقاش طبيعي. يعني تقول انا اصلا انا خايفه اعمل فيلر، دي طلعت شيء. يعني انا عندي جارتي عملته او ممثله سي معينه عملته شفايفها كبيره قوي. لا دلوقتي هي عموما مدارس. انا شخصيا في التجميل وهنلاحظ ده في كل الفيديوهات بحالاتي، بحب الشكل الحلو الطبيعي اللي هو تبقي حلوه بشكل طبيعي، حلوه اللي هو وانت زي صغيره. زي ما قلنا احنا جمال او احنا جميلات بس ربنا خلق على الجمال ده. بالظبط بالظبط كده، وهو ده هدفي. ما اعملش حاجه اوفر. طيب لما بتجيلي اوريدي حاله
عامله مثلا في مكان تاني وما كانش عندها الخلفيه دي وجايه لي حاجات اوفر، ما بقينا نتحكم فيها، حتى ده بقى نتحكم فيه. يعني انا لو حد عامل عمليه مثلا او عامل فيلر او بوتكس عند حد تاني والنتيجه ما كانتش مرضيه، سهل جدا ان انا اعدل. اه بقى في دلوقتي انزيم اسمه هيالورونيديز بقى بيكسر لي الفيلر، وبنتحكم فيه وبنكسر الكميه الاوفر، وبنظبط الشكل على حسب البيشنت ما هي عايزه. فكمان نقدر نعمل تعديل، ما بقتش الدنيا فيكسد او ثابته زي الاول. كان زمان الفيلر، زمان من سنين كتير، من 10 سنين يمكن، الفيلر كان ثابت. وده لو مش بقدر ان انا اغير النتيجه اللي طلعت. وكمان له كان له اضرار كتير، ان فكره ان هو يفضل سؤالي ثابت. اللي جاي كنت لسه هكلم حضرتك، التقنيات الحديثه اللي معانا والناس كلها بتتكلم عنها والدكاتره بيحاولوا، بنلاقي كتير جدا عروض ومراكز موجوده على السوشيال ميديا. وانا بنبه ان اي حد عايز حاجه تجميليه وخصوصا الحاجه اللي ليها دعوه بحقن او غيره، لازم ان هو يفكر في المتخصص الكويس، المتخصص اللي الناس بتشهد فيه، لان انا مش هجازف علشان خاطر ألف حاجات بسيطة أو غيره، لأن دي حاجة ما دورش فيها على أقل الأسعار، لا لازم أدور على المهنية والكفاءة. في ناس كتير قوي بتقول لك لا، طب ما هو ممكن يكون ليها أضرار، أو مع أو زي ما بيقولوا الجراحة التجميلية اللي هي العمليات دايمة، وطبعا مفيش حاجة دايمة، بس احنا هنقول بيقولوا دايما، لكن الفيلر والبوتكس والعمليات اللي هي زي الفريزر أو غيره أو الكلام ده كله لا مش ثابت. حضرتك تقولي إيه في الموضوع ده؟ تمام. هنتكلم عن نقطة الثبات، وبعد كده هنتكلم عن نقطة الآثار الجانبية أو لو ليها أي مشاكل أو أضرار. بالنسبة للثبات، الثبات بتاعنا بيختلف طبعا من حالة للتانية. احنا بنقولها ازاي تحافظ عليه لفترة أطول، زي الفيلر بيقعد معنا من 9 شهور لسنة، في بعض حالات بيقعد معهم أكتر من كده، وخصوصا اللي بتلحق نفسها بدري. بدري تمام. هل أنا لو عملت عملية شد واستمرت معايا مدة أطول، هو أولا مع السن بترجع كده ولا كده، تطورات الحياة بتسيب بصمتها مهما كانت النتيجة. يعني إحنا كنا من 10 سنين شكلنا غير دلوقتي، هنعتبر إن حتى الجراحة بأضرارها وصلتنا لشكلنا من 10 سنين مع مرور الوقت، ما هو كده أوريدي بترجع. فهي الفكرة بالنسبة لي بقت ميزة، فكرة إن الحاجة دي مش ثابتة، إن كونها مش ثابتة أولا هي مش مكلفة طبعا خالص زي الجراحة، وكونها مش ثابتة ده بيساعدني إن ما يبقاش ليها أي أضرار. لأن الفيلر أيام ما كان ثابت كان هي دي مشكلته، إن هو ثابت في مكانه فترة طويلة، فساعات بيبقى له آثار جانبية. دلوقتي الحاجات عشان بتجيب لنا اللوك الطبيعي اللي هو من غير آثار جانبية، فترة الثبات بتبقى مرضية جدا بالنسبة لنا. الحاجة التانية، السؤال بقى اللي بيتكرر من حالاتي، طب انا السنه الجايه مش هعمله، مش عايز اعمله، هكون اسوأ؟ ابدا. هو ده السؤال اللي كنت هساله، هل انا لو ارتضيت وخلاص وعملته مره ومش عايز اعمله تاني، هيأثر ده سلبا عليا ولا لا؟ خالص. لان اولا لما بيمتص ما بيمتصش بنسبه 100%. الحاجه الثانيه، شكلي بعد سنه وانا مش عامله ازاي، وانا عامله ازاي شكلي بعد سنه وانا مش عامله الحاله اسوأ كتير جدا، وتدهورات البشره يعني كاني رجعت للسنه، رجعت يعني كاني ما زدتش السنه اللي انا كنت عامله فيها فيلر او بوتوكس. والافضل ان كمان تاثير الجلسه بيبقى مستمر منه على الاقل نسبه 20-30% على الاقل، يبقى انا كمان شكلي مش زي من سنه، ده افضل مش أسوأ زي ما كانت بعض الحالات عايزة الحلقة طول مع حضرتك أكتر من كده يا دكتورة، وفي مواضيع كتير جدا، وبنوه وبقول إن احنا هنضغط على دكتورة ميسة إن شاء الله بإذن الله تكون موجودة معنا حلقات أكتر وأكتر في برنامج صالون الأميرة. توعدينا بداية دكتورة؟ مواضيع التجميل كتيرة ولازم نتكلم، وهنتكلم على الأجهزة، وعايزين بعد كده عروض لمشاهدين صالون الأميرة، وفي كل حلقة إن شاء الله بإذن الله حضرتك تشرفينا بعد كده وتنورينا، ونبدأ نجيب شهادات من حالات ونجيب كلام كتير جدا. على فكرة حالاتي عندهم استعداد يسهروا، الحمد لله رب العالمين، انا بحبهم جدا، هم كمان عندي شرف حضرتك ما يهدكيش يا دكتوره، تسلمي. فهم متعاونين معايا جدا، هو بس لولا وقت الحلقه ان حضرتك فاجئتيني بيه طبعا، وانا اصلا انا عارفه ان حضرتك عندك مجهود كبير جدا وتعبانه، وانا حاولت معاها بشتى الطرق ان انا اقنعها ان هي تكون موجوده معانا النهارده، شرفتنا ونورتنا طبعا. ميرسي لحضرتك يا دكتوره. في نهايه فقرتنا
حضرتنا. بشكر الدكتور استشاري ميسة اسماعيل اخصائية التجميل واستشاري التخسيس والتجميل بالليزر والتغذية العلاجية، شرفتينا ونورتينا يا دكتور، ووعد ان شاء الله لينا حلقات تانية ان شاء الله. في نهاية حلقتنا بشكركم مشاهدينا الكرام، على طول الوقت بيمر معاكم بسرعة، انتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة من حلقات برنامج صالون الأميرة. تحياتي أميرة يحيى، إلى اللقاء.